بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع درسنا لهذا اليوم عن برامج رؤية المملكة 2030. نبدأ ببرنامج جودة الحياة. إذا موضوعنا الآن برنامج جودة الحياة، خصص برنامج جودة الحياة في رؤية المملكة 2030 لتحسين حياة الفرد والأسرة ولبناء مجتمع تتحقق فيه مستويات عالية في أسلوب الحياة. إذن خصص برنامج جودة الحياة في رؤية المملكة 2030 لتحسين حياة الفرد والأسرة ولبناء مجتمع تتحقق فيه مستويات عالية في أسلوب الحياة. ومن ضمن أعمال برنامج جودة الحياة بناء أماكن جديدة لتحسين نمط الحياة ومستوى العيش في هذا الوطن، مثل ماذا؟ كالمتاحف، بناء المطاعم، بناء الملاعب، قاعات السينما والمسارح، مراكز الفنون، المدن الترفيهية. كل هذا من أجل أن ترتقي المملكة بحياة أفرادها. ننتقل لنشاط واحد. النشاط موجه لك ولرأيك حبيبتي. انظري إلى النشاط واقرأي المطلوب وأجيبي. برأيك، ما الخيارات المناسبة التي ستسهم في تحقيق حياة أفضل من العناصر الآتية؟ أمامك عناصر، من وجهة نظرك ما هي الأفضل؟ أخذ إجابة. ملاعب رياضية، مهرجان ترفيهي، نادي رياضي، مسابقات وطنية، متحف، حدائق نباتات طبيعية، صالات ألعاب إلكترونية. أحسنتم. طيب خيارات أخرى، أندية ثقافية، مدن ترفيهية. هذا بالنسبة لنشاط واحد. نشاط اثنين، من أهداف برنامج جودة الحياة تحسين المدن السعودية، لكي تنضم طبعا ثلاث مدن منها إلى قائمة أفضل مدينة في العالم. إذن برنامج، من أهداف برنامج جودة الحياة تحسين المدن السعودية لكي تنضم ثلاث مدن منها إلى قائمة أفضل 100 مدينة في العالم. برأيك أنت، ما المدن التي ستكون بإذن الله في القائمة قبل نهاية 2030؟ مكة المكرمة، الرياض، جدة، تبوك. من برامج رؤية المملكة 2030 برنامج تنمية القدرات البشرية، وهو أيضا موضوع درسنا لهذا اليوم. خصص برنامج تنمية القدرات البشرية في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتزويد المواطنين بالقيم والمعارف والمهارات التي تؤهلهم لسوق العمل. إذن خصص برنامج تنمية القدرات البشرية لتزويد المواطنين بالقيم والمعارف والمهارات التي تؤهلهم لسوق العمل من خلال تحسين التعليم ومخرجاته ومجالات أخرى. مجالات البرنامج، من أبرز مجالات البرنامج تحضير الطلبة لمهن المستقبل وبناء قدراتهم على الإبداع والتشغيل الذاتي. ثانياً، بناء قدرات المعلمين وقيادات المدارس والمشرفين من الرجال والنساء. قيادات المدارس المدراء والمشرفين من الرجال والنساء. ثالثاً، توسيع المراحل الأولى في التعليم مثل رياض الأطفال. رابعاً، توفير بيئة تعليمية جاذبة من حيث المباني المدرسية
والتقنيات الحديثة والبرامج المستقبلية. سادسا، تطوير مجالات التدريب، تطوير مجالات التدريب وتحقيق الاستدامة في التعليم لمواكبة المستجدات المعرفية وتوسيع ذلك لتوفير احتياجات سوق العمل. إذن تطوير مجالات التدريب وتحقيق الاستدامة في التعليم لمواكبة المستجدات المعرفية وتوسيع ذلك لتوفير احتياجات سوق العمل. نجي نشوف نشاط واحد. يرمي برنامج تنمية القدرات البشرية إلى تعزيز عدد من القيم التي تسهم في تحقيق أهدافه. يرجع الطلبة إلى مصادر التعليم أو التعلم ويضيفون أبرز القيم التي يستهدفها هذا البرنامج في الفراغات الآتية. عندنا أول ذكر العزيمة والمثابرة. أيضاً الصبر، قوة الإرادة، عدم الاستسلام، أيضاً الإبداع والابتكار، الإبداع والابتكار. هذا البرنامج يعتني إذن بالطلبة، إذن الطلبة أساس البرنامج، يعتني برنامج تنمية القدرات البشرية بالطلبة منذ بدء مراحل تعليمهم المبكر. وهذا يتطلب بذل الجهد والمثابرة والعمل الدؤوب من جانبهم لتحقيق أهدافه وإبراز مكانة المملكة العربية السعودية محلياً وعالمياً. أيضاً من برامجه برنامج تعزيز الشخصية الوطنية، وهو موضوع درسنا لهذا اليوم. تعد الشخصية الوطنية من الجوانب المهمة، لتحقيق التطور والتنمية والإبداع في أي مجتمع. لذلك خصص برنامج تعزيز الشخصية الوطنية ضمن برامج رؤية المملكة 2030 لتعميق الانتماء الوطني وتعزيز قيم الوسطية والمثابرة والإيجابية. إذن الهدف من تعميق الانتماء الوطني وتعزيز قيم الوسطية والمثابرة والإيجابية. ماذا نعمل للوفاء لوطننا العظيم؟ ما هو دورنا لكي نكون أوفياء لوطننا؟ أولاً، نطبق ديننا بكل تسامح ووسطية واعتدال، لأن ديننا أساساً هو دين الوسطية. فلذلك نطبق ديننا بكل تسامح ووسطية واعتدال. نحافظ على مكتسبات وطننا، نتقن العمل ونبذل قصارى الجهد بعزيمة ومثابرة. نحافظ على لغتنا العربية ونتمسك بها. بالإضافة إلى المحافظة على لهجتنا السعودية. نفخر بالوطن وننتمي إليه بصدق. نسعى للعلم المفيد لنا وللوطن. نحب العمل ونتطلع إلى النجاح. نحافظ على إرثنا وتاريخنا ونفتخر به. فأنا سعودية وأنت سعودية والمملكة العربية السعودية هي وطننا. نحافظ على إرثنا الذي نمتلكه وتمتلكه دولتنا، ونفتخر بوجود هذا الإرث الجميل الذي طبعا يعتبر مفخرة لأبناء هذا الوطن. نأتي إلى نشاط واحد. نشاط جميل وفي صورة جميلة أيضا. ولي عهدنا الأمير محمد بن سلمان عندما بدأ
أو انطلق مشروع رؤية المملكة 2030 أتانا بمثل جميل، ننظر إلى النشاط وسنفهم ما هو المثل. من قيم برنامج تعزيز الشخصية الوطنية، الطموح الذي وصفه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بطموح فوق هام السحب. ماذا يعني لك هذا؟ ممتازين، طموحنا عالي لا حدود له. إذن أولا طموحنا عالي لا حدود له، ثانيا مستقبل زاهر بالتقدم والتطور، هذا بالنسبة لدرسنا لهذا اليوم. أتمنى أن أكون قد وفقت لإيصال المعلومة المناسبة لكن حبيباتي. أستودعكم الله.